السلام عليكم، يعطيكم العافية دفعتي. رمضان كريم عليكم. معكم زميلتكم لجين الصفدي، رح أكون معكم إن شاء الله بشرح محاضرات الباثولوجي لهذا السيستم. رح يكون الشرح إن شاء الله على تفاريغ زملائنا علي ومرح، الله يعطيهم العافية. طبعا محاضرات هذا السيستم لطيفة جدا، وإن شاء الله بحاول أسهلها عليكم قدر المستطاع. بالمحاضرة الأولى كانت مواضيعها بتتحدث عن النني بلاستيك بون كونديشن أند جوينت ديزيز. تمام، رح نحكي عن الديزيز اللي بتصيب البون والديزيز اللي بتكون اللي بتصيب الجوينت. تمام، بالنسبة إلى البون في عنا الأمراض اللي بتصيبها قد تكون congenital، تمام، قد تكون congenital يعني خلقية ولادية، وقد تكون acquired، تمام، مكتسبة، قد تكون acquired. الcongenital في عنا ثلاث أمراض رح نحكي عنهم، congenital وأربعة acquired. تمام، أول مرض رح نحكي عنه اللي يعتبر congenital اللي هو الأكوندروبليزيا. A يعني no، كوندرو معناتها كارتلج، بليزيا معناتها جروث يعني ما في عنا نمو للكارتلج. يعتبر هذا الديزيز اوتوسومال دومينانت. يعني اوتوسومال دومينانت يعني قليل واحد كافي لظهور هذا المرض، وبيكون مش اكس لينك، بيكون على الكروموسومات الجسميه. تمام، اللي بصير فيه انه بصير عنا انهيبيشن، بصير عنا يعني تثبيط للبرو عمليه البروليفريشن والفانكشن اوف جروث بليت. اول شيء ايش هو الجروث بليت؟ خلينا نشوف صورة عليه، ثواني بس. هسا باللونج بون بيكون عنا الأطراف احنا بنسميها إبيفيسيس، تمام، اللي تحت واللي فوق. تمام، الشافت نطلق عليه اشي بنسميه الديافيسيس، اللي بيفصل ما بين الشافت والأطراف اشي بنسميه ميتافيسيس. ميتافيسيس، تمام. هسا بالميتافيسيس في عنا في عنا اشي بنسميه الجروث بليت. شو هو الجروث بليت؟ هذا مكون كارتليج، تمام، بيكون هنا هذا المكان اللي احنا بنطول منه، تمام، بالذات طولنا، يعني احنا واحنا صغار مش نفس طولنا الان، تمام، في المكان اللي احنا بنطول منه هو الجروث بليت اللي هو مكون بشكل اساسي من الكارتلج. تمام، بس نوصل لعمر ال 18 هذا اللي بنبطل نطول، تمام، والجروث بليت ها بتحول لإبيفيزيا لاين. تمام، هسه هون بهذا المرض اللي بصير انه بصير عندنا انهيبيشن بعمليه البروليفريشن في الجروث بليت، تمام، وهو المسبب للدوارفيزم، يعني احدى الاسباب، تمام، الاشهر الاسباب اللي بتسبب الدوارفيزم اللي هو التقزم هو الاكوندروبليزيا. طبعا سببها اكتيفيتنج بوينت ميوتيشن، سببها بوينت ميوتيشن بيكون بايش؟ بفايبروبلاست جروث فاكتور جين، فايبروبلاست جروث فاكتور جين اللي مسؤول عن انتاج الفايبروبلاست growth factor receptor 3. تمام، هسا الفايبروبلاست growth factor جين بيكون موجود على الكروموسوم رقم 4. تمام، بصير في عليه point mutation. طبعا هذا الجين بيكون مسؤول بشكل اساسي عن انه بتحكم بعمليه البروليفريشن والديفرنشيشن، بصير عليه mutation، تمام، بصير اوفر اكتيف، وبصير عندنا inhibition لايش؟ للبروليفريشن. اذا اجى عندك شخص طبعا بيكون عنده manifestation، تمام، اللي بتظهر عليه بيكون انه بيكون عندك shortened بالproximal extremities. ايش هي الproximal extremities؟ اللي هي الفيمر والهيوميرس. تمام، الdistal extremities اللي هي الالنا radius التيبيا، هدول بيكون في عندهم shortening فيهم، لكن بتكون مش بالقدر الواضح اللي بيكون بالهيوميرس والفيمر. تمام، بيكون عندنا large head، يعني بيكون راسه يعني كيف مطول، خلينا نحكي، تمام، اللارج الترنك اوف ريليتيفلي نورمال لينث، يعني الترنك تبعه بيكون تقريبا طبيعي، وبيعيش نورمال لايف سبان، يعني بيكون عنده بيعيش حياته الطبيعيه، ما بيكون فيها بتكاثر ريبرودكشن بشكل طبيعي. تمام، وانتلكت يعني قدراته العقليه كمان ما بتكون متاثره، يعني اللي بتاثر بس بالشخص اللي عنده الاي كونتروبليزيا هي البروكسيمال اكستريميتيز والهيد. البروكسيمال اكستريميتيز بصير فيها شورتند يعني بتقصر، تمام، والهيد بصير فيه انلارجد. فالمهم بهذا المرض تعرفوا انه هو اوتوسومال دومينانت، بحدث بسبب بوينت ميوتيشن بجين اسمه فايبروبلاست جروث فاكتور ريسبتور 3، فبصير في عندك انهيبيشن بالبروليفريشن، والمانيفستيشن اللي بيجي فيها الشخص شورتند بروكسيميت اكستريميتيز ان لارج هيد للترانك، وبيكون ريليتيفلي نورمال لينث ونورمال لايف سبان. تمام،
بدي أسألكم سؤال اللي هو ما إنه شخص ذكر تزوج بأنثى والاثنين كانوا حاملين لهذا مش حاملين بيكونوا مصابين بالأكوندروبليزيا تمام، لكن عندهم واحد من الجينات هو اللي بيكون مضروب يعني مش الاثنين بيكون هيتيروزايجس تمام، شو احتمالية إنه ينتج أولاد عندهم هذا المرض وأولاد ما عندهم هذا المرض؟ 25% من الأشخاص اللي رح تطلع بيكونوا نورمال، بيكون الجينين اللي عندهم سليمين وما بيكونوا مصابين وما رح يطوروا الأكوندروبليزيا تمام، لكن 25% من هذول رح يكون عندهم الجينين اللي بيكونوا يعني هوموزايجس تمام، بيكون الاثنين مضروبين الجينين، وهذول الأشخاص اللي بيكون عندهم بيكون هوموزايجس تمام بيموتوا يا برحم أمهم حتى لو انولدوا بعد أشهر بيموتوا تمام. المرض الثاني اللي هو osteogenesis imperfecta. إيش يعني osteogenesis؟ osteogenesis عملية إنتاج البون تمام، imperfecta يعني مش perfect، وسموه brittle bone disease، مرض العظام الهش، مرض العظام الهش زيه زي الأكوندروبليزيا، هو أيضا autosomal dominant يعني قليل واحد بكفي لظهور هذا المرض تمام. بيكون هون شو سبب هذا المرض؟ بصير عندك defective خلل بsynthesis of type 1 collagen تمام، تايب 1 كولاجين يعني هنا المهم انكم تعرفوا انه تايب 1 كولاجين مش تايب 2 ولا 5 تمام، هون اللي بيكون في عندنا خلل بعمليه تصنيع تايب 1 كولاجين اللي بيكون طبعا تايب 1 كولاجين بيكون موجود باكثر مكان مش بس بون، بيكون موجود ايضا بالجوينتس بالاي بالاير بالسكن وبالتيث تمام، فالديفكت بهذا الكولاجين تايب 1 مش بس رح ياثر على البون، رح ياثر ايضا على الجوينت والاي والاير والسكن والتيث تمام. هم في عنا أربعة ميجر سب تايب، أربعة سب تايب للأوستيوجينيسيس إمبرفكتا تمام، إلها ديفرنت أوتكم. التايب الأول يعتبر نورمال، لا بيعيش هذا الشخص بنورمال لايف سبان، ما بيكون عنده يعني ممكن يصير عنده كسور لكن كسور بسيطة تمام. أما التايب 2 بيكون فيتال، بيكون قاتل تمام، مميت. كان بي دياجنوسيس إن يوترو يعني ممكن إنه اكتشف إنه هاي المرأة حامل بطفل مصاب بالأوستيوجينيسيس إمبرفكتا. المانيفستيشن يعني هذا الشخص بيجي عندك شو بيكون بيعاني؟ too little bone يعني كمية العظام كثير قليلة، وبيكون البون fragility بيكون هش، وبصير في عندك fractures كسور تمام. بما انه التايب 1 كولاجين هو اللي بصير في عنده بصير فيه defective يعني خلل تمام، وهو موجود مش بس بالبون بيكون موجود بالاي، فبصير في عندنا بلو سكليرا ملتحمة العين بصير لونها ازرق تمام. وبما انه ايضا كمان زي ما حكينا التايب 1 كولاجين ايضا موجود بالاير، فممكن بسبب هاي الخلل بالسينثسايز اوف تايب 1 كولاجين يصير في عندنا هيرينج ديفكتيف يعني خلل في السمع او ديفنس الصمم تمام، وبيكون عندنا ثين سكال يعني السكال تبعتنا بتكون ثين، ودنتال ابنورماليتي تمام، دنتال ابنورماليتيز اللي هو بيكون عندنا مشاكل بالاسنان. فالاوستيوجينيسيس امبرفكتا او البريتل بون ديزيز اوتوسومال دومينانت شو بيكون سببه؟ بيكون بسبب الديفكت بالسينثسايز اوف تايب 1 كولاجين اللي بيكون موجود بالبون بالجوينت بالاي بالاير بالسكن وبالتيث تمام. في عندنا منه 4 سب تايبس. التايب الاول بيكون الشخص هذا بيكون عايش نورمال لايف سبان، بيكون يعني بيمارس حياته الطبيعيه. اما التايب 2 بيكون فيتال قاتل تمام. الشخص هذا بيجي عنده المانيفستيشن التاليه انه بيكون البون فراجايل، بصير عنده ماني فراكتشرز، بيكون عنده بلو بالسكليرا، بيكون عنده ديفنس او هيرينج ديفكتس، ثيم بالسكال، ودنتال ابنورماليتي تمام. اما المرض الثالث رح نحكي عنه هو الاوستيوبتروسيس او ماربل بون ديزيز. ايش هو الاوستيوبتروسيس او الماربل بون ديزيز؟ هو مرض العظم التصلبي التخشبي، يعني انه هون العظم بيكون كثير صلب تمام، بتزداد الدنسيتي تبعته تمام. هنا قد يكون اوتوسومال دومينانت او ريسيسيف. اوتوسومال دومينانت عاده بنشوفها بالادلت، اما الاوتوسومال ريسيسيف بنشوفها بالايش؟ بالانفنت، وبنسميها انفانتايل ماربل بون ديزيز او
infantile osteopetrosis تمام، وبكون سيفير يعني الاوتوسوما الريسس اللي بتكون بالانفنت بتعتبر سيفير مش زي الاوتوسوما الدومينانت اللي بتكون بالادلت. هسا ايش هو اللي بسبب الاوستيوبتروسيس؟ قبل نحكي ايش اللي بسبب الاوستيوبتروسيس، احنا بالوضع الطبيعي احنا عندنا خليه بتكون عظم. ايش هي الخليه اللي بتكون العظم؟ هي الاوستيوبلاست تمام، اوستيوبلاست ثواني بس، اوستيو بلاست تمام، هاي بتكون العظم. اما في عندنا خليه اخرى بالمقابل بنسميها اوستيو كلاست، خليه تكسر العظم تمام، يعني إشي ببني هذا دايناميك تشو، يعني ببني وبكسر ببني وبكسر. طبعا احنا نعرف انه البون هو المخزن للكالسيوم، فانا حسب حاجتي للكالسيوم بكسر عظم اذا كنت محتاج، بخزن العظم اذا كان في عندي كالسيوم تمام وضعي تمام وزياده بخزنه بالبون تمام. اللي بصير انه هون بيكون في عندنا حال توازن تمام، بيكون وضع طبيعي يعني بيكون نورمال. اللي بصير انه هون الاوستيو كلاست بتبطل تشتغل تمام، بتبطل تشتغل. فاللي بيكون بيشتغل لحاله هو الاوستيوبلاست، اللي بصير انه بصير العظم يتراكم فوق بعضه هيك، يتراكم 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 تمام، وبصير زياده بالدنسيتي، زياده بالدنسيتي. فبيكون عندنا المشكله انه بيكون عندك امبيرد اوستيو كلاست فانكشن اور فورميشن، يا انت ما في عندك اوستيو كلاست يا الاوستيو كلاست موجوده ما بتشتغل تمام. اللي بصير انه هون دنس ستون لايك بون، يعني البون بصير زي الحجر تمام، لكن لابايل تو فراكتشر، يعني عنده القدره انه ينكسر، يعني رغم انه كثير صلب لكن بينكسر. ليش؟ لانه هو ما بيكون ماخذ الشكل المنظم وبيكون مش فليكسبل، مشان هيك بصير في عندك كسر تمام. هسه الاوستيوبتروسيس بسبب بنتج عندك عده اشياء، السكال بصير عليها زيها زي اي بون، زي اي بون ثانيه بصير عليها تراكم لها العظم تمام، والفورامين اللي بتكون فيها بتصغر. انا قاعد بصغر بالفورامين، عم بضغط على النيرف اللي بتطلع من السكال اللي هي الكرانيال نيرف تمام، فبصير عندنا كرانيال نيرف بروبلمز تمام، ممكن ياثر على الكرانيال نيرف اللي بيغذي العين او اللي بيغذي الاير او اي عصب اخر تمام. بصير عندنا ديكريز بالهيماتوبويسيس. ايش يعني هيماتوبويسيس؟ اللي هي البرودكشن اوف بلاد سيل، عمليه انتاج خلايا الدم بكل انواعها. بقل عندك عمليه تكوير البلاد سيل، فالشخص بصير عنده انيميا، فبيجي عندك بيكون عنده بيعاني من بالر فتيغ تمام، بيكون الشخص هذا عنده ديكريز بيكون عنده ديكريز باللوكوسايت، فبيصير عنده انفكشن، ديكريز بالثرومبوسايت، بيصير عنده بيكون هذا الشخص معرض للهيموريج والبليدنج تمام. فلانه بقل عنا تكوين خلايا الدم بسبب انه العظم حل مكان البون مارو، فتسبب بهاي الاشياء تمام. بما انه البون مارو بطل يشتغل بصير نروح على الاعضاء الاخرى اللي كنا نستخدمها واحنا اطفال تمام، زي السبلين والسبلين والليفر تمام. فبصير عندنا هيباتو سبلينو ميجالي، لانه بصير عندنا تكون، بنصير نكون فيهم خلايا الدم تمام. وممكن ممكن التريتمنت ممكن يفيدهم نعمل بون مارو ترانس بلانت، يعني ممكن انه عمليه زراعه البون مارو ممكن تفيدهم للشخص اللي بيعاني من الاوستيوبتروسيس. فلهون احنا حكينا عن ثلاث امراض كونجنيتال اللي بتصيب العظم، اللي هي الاكوندروبليزيا، ما بيكون في عندك نمو بالكارتليج، وهو اوتوسومال دومينانت هو الكومنست، هو السبب الاساسي للدوارفيزم. اللي بيصير بيكون عندك ميوتيشن بجين، هو هذا الجين اسمه فايبروبلاست جروث فاكتور ريسبتور 3 تمام. الشخص هذا بيجي عنده مانيفستيشن، بيكون عنده شورتند بالبروكسيمال اكستريميتيز تمام، وبيكون عنده انلارج بالهيد تمام، والترانك اوف ريليتيفلي نورمال بيكون طبيعي وبيعيش حياته الطبيعيه. المرض الثاني اللي حكينا عنه ايضا اوستيوجينيسيس امبيرفيكتا او بريتل بون ديزيز، مرض العظم الهش تمام، وهون هذا بنسميه كمان ايضا بيكون اوتوسومال دومينانت، وبيكون بسبب ايش؟ ديفكتس بعمليه سينثيسيس اوف تايب 1 كولاجين. ايش نوعه؟ تايب 1 كولاجين، اللي بيكون موجود بالبون والجوينت والايز والاير والسكن والتيث. وهذا الشخص بيجي عنده اربع اشياء، تو ليتل بون، بيكون عنده السكليره بتكون لونها بلو تمام، وبيكون عنده ديفنس اور هيرينج ديفكتس، او
فينسكال ودنتل ابنورماليتي. والمرض الثالث اللي هو الاوستيوبتروسس اور ماربل بون ديزيز، مرض العظم التصلبي او التخشبي. هذا بيكون قد يكون اوتوسومال دوميننت، هم بنشوفه بالادلت، او اوتوسومال ريسيسيف بنشوفه بالانفنت، بنسميه انفانتايل اوستيوبتروسس. تمام. واللي بيصير بسبب انه بيكون عندنا عمليه تكسير عظم كثير قليله، ديكريز بالبون ريزوربشن، اللي مسؤول عنه مين؟ الاوستيوكلاست. فالاوستيوكلاست بتكون امبيرد اوستيوكلاست فانكشن اور فورميشن، والبون بيكون دنس ستون لايك يعني زي الحجر. ونتيجه للاوستيوبتروسس بصير عندك كرانيال نيرف ابنورماليتي، ديكريز بالهيماتوبويسيس، بصير عندنا انفيكشنز وهيباتوسبلينوميجالي. وممكن ممكن انه كتريتمنت نعمله بون مارو ترانسبلانت، نقل لبون مارو. تمام. هسه رح نحكي عن اكوايرد ديزيز اوف بون اللي هم اربعه. فأول مرض acquired رح نحكي عنه هو الأوستيوباروسيز. أوستيوباروسيز مش الأوستيوبتروسيز، أوستيوباروسيز ومعناتها هشاشة العظام. تمام. هو عبارة عن progressive lose of bone mass، هو عبارة عن حالة مستمرة من فقدان كتلة العظم. كتلة العظم صح. نورمالي في الحالة الطبيعية في جسمنا بيكون عندك الأوستيوبلاست والأوستيوكلاست. الأوستيوبلاست هي الخلية اللي بتكون عظم، الأوستيوكلاست هي الخلية اللي بتكسر العظم. بتكون الاكتيفيتي نشاطها بيكون ار ان اكويليبريم، في حال توازن، يعني ما في واحدة اكثر من واحدة، ما في واحدة اقل من واحدة، بيكون في عندك اكويليبريم. هسا احنا بنوصل للماكسيمم بون ماس بايش؟ باليانج ادلت. ان يانج ادلت يعني عند البلوغ احنا بنوصل الماكسيمم بون ماس، اكبر كتلة من البون تتكون عند اليانج ادلت حتى عمر الثلاثين. تمام. بظل يعني احنا هون بنوصل الماكسيمم، لكن بعد الثلاثين ما رح نضلنا على نفس الحالة، رح يصير عندك عملية تكسير العظم اكثر من عملية تكوينه. من هون ندخل في مرحلة الهدم، بنصير نكسر كل اشي بنينا. تمام. الاوستيوكلاست اكتيفيتي اكسيدز الاوستيو بلاست اكتيفيتي، يعني هي تتجاوز نشاط الاوستيوبلاست هي المكونه. فبالتالي بصير عندنا بون لوس، بنخسر عظم بمقدار 0.5% بالسنه بالوضع الطبيعي. تمام. لو بدنا نبينها بمنحنى انه هذا بيكون هذا عمر الانسان. تمام. وهون تكوين البون. تمام. هاي بالنسبه للعمر، هون عمر وهنا التكوين، عملية التكوين. تمام. ببلش جسمنا يكون عظم، وبتكون عملية التكوين والهدم متساوية، بعدين توصل ماكسيمم عند عمر تقريبا 30 وبتكون بالأدلت، لكن بعد عمر 30 بتبدأ عملية الهدم وبيبدأ الأوستيوكلاست نشاطها يزيد. تمام. وبصير عندنا هون بنكون نبني، هون بصير هدم. تمام. governed by several factor، يعني نشاط الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست، يعني انا مش دائما بحتاج اني اكون عظم، مش دائما بحتاج اني اكسر عظم. طب ايش اللي بتحكم في حاله انه جسمنا هون بحتاج يكون هون بحتاج يكسر؟ في عندك several factor، منها فيتامين دي. تمام. فيتامين دي، في عندنا بارا ثايرويد هرمون اللي بيطلع من البارا ثايرويد جلاند. تمام. اللي بتكون ورا الثايرويد جلاند وبطلع البارا ثايرويد هرمون، وهذا بيكون بيزيد وظيفته انه يزيد الكالسيوم، فبالتالي عم يمدي يشتغل بالأوستيوكلاست والأوستيوبلاست. أكيد الأوستيوكلاست لأن إحنا بحاجة كالسيوم، فإحنا نكسر العظم مشان نطلع الكالسيوم. والليفل أوف أستروجين، عندما يكون الليفل طبيعي، هذا الليفل الأستروجين وظيفته إنه يحمي أو يحافظ على العظم. في حال إنه قل مستوى، ومتى بقل مستوى؟ بيكون بالبوست منوبوزل، يعني بعد انقطاع الدورة الشهرية بقل مستوى الأستروجين، فبالتالي هنا بتبدأ نشاط الأوستيوكلاست يزيد وبصير في عندنا تكسير للعظم. تمام. هو الكومونست ديسوردر اوف ذا بون، يعني اشهر ديسوردر مرض بيصيب البون هو عباره عن الأوستيوباروسيس. تمام. قد يكون لوكالايزد، قد يكون جنرالايزد. تمام. اكثر مكان هسه كل البون ممكن يصير فيها أوستيوباروسيس، لكن الموست افكت الاكثر تاثيرا، وهذول كثير مهمين، هم السباين اللي هو الفيرتبرا اللي
الفقرات ام والفيمورال نيك والنيك تاع الفيمر. مش احنا الفيمر اللي هي موجوده بالثاي بيكون لها هيد ونيك، تمام؟ النيك تبعها هو كمان كثير عرضه وانه يصير في عنده اوستيوباروسيس، تمام؟ قد يكون الاوستيوباروسيس برايمري وقد يكون سكندري. برايمري انه بيجي بعد مثلا انه بوست مينوبوزال ان ويمن، يعني المراه بس تنقطع عندها الدوره الشهريه ممكن يصير عندها اوستيوباروسيس. ليش؟ لانه الليفل اوف استروجين بقل، فبصير نشاط الاوستيوكلاست بيزيد وبصير في عندك اوستيوباروسيس، تمام؟ سينايل يعني التقدم بالعمر ببو ان بوث سكسز، يعني سواء كان ذكر او انثى بصير عندها هشاشه عظام بس مثلا بعد الخمسين بعد الستين بصيروا ختايرة، هون بصير في عندنا أوستيوباروسيس. يعني بالأنثى بصير عندها سواء تجاوزت عمر الخمسين أو بعد انقطاع دورة شهرية أو بوست مينوبوزل بصير في عندنا الأوستيوباروسيس. أما سكندري بيجي بعد مثلا ماني ديسوردر، مثلا الاندوكراين ديسوردر، خلل بالإندوكراين سيستم، قد يكون بسبب كانسر، كارسينوماتوسيس، كارسينوماتوسيس مثل المالتيبل مايلوم اللي أخذناه اللي هو عبارة عن سرطان بالبيسل، تمام؟ وقد يكون سببه جي آي ديسوردر، يعني جي آي تي ديسوردر، يعني خلل بالجي آي سواء كان مال نيوتريشن، سوء بالتغذية، أنا ما باخذ كمية كافية من الكالسيوم والفوسفات، مال أبزوربشن، مشكلة في عملية الامتصاص، أو كان الشخص هذا عنده opposite، تمام؟ بعض الدراج اللي احنا بناخذها كمان بتاثر بتسبب سوري الاوستيوباروسيس، زي الكورتيكوستيرويدز، الاستيرويدات، الكورتيكوستيرويد سوري بتاثر على العظم، بتؤدي الى الاوستيوباروسيس. الانتي كواجولانت زي الهيبارين والوارفارين هم ايضا بيسببوا الاوستيوباروسيس، والكيمو ثيرابي، تمام؟ العلاج الكيماوي ايضا بسبب الاوستيوباروسيس، وممكن كمان بسبب الاموبلايزيشن، يعني انه الشخص ما بيتحرك، الشخص اللي عنده بالمونري ديزيز، واللي شخص اللي عنده اوستيوجينيسيس امبيرفيكتا ممكن يصير عنده شو اسمه اوستيوباروسيس، تمام؟ هسا في عندك هاي كل شيء حكيناه عن الأوستيوباروسيس. هنا رح في يعني معلومات متفرقة بنجمعها مع بعض، إنه إيش هي الفاكتور اللي بتأثر على البون ريزورب. قد يكون الإيج، قد يكون هرمونال فاكتور، قد يكون فيزيكال اكتيفيتي او جينيتك فاكتورز او نيوتريشنال فاكتورز. طبعا هاي الاشياء مش كتير مهمه، يعني العوامل تاثر على البون ريزوربشن، لكن نهتم بشغلتين اللي هو الايج ليش بسبب الاوستيوباروسيس، تمام؟ والليفل اوف استروجين ليش بسبب الاوستيوباروسيس. بالنسبة للإيجينج إلها طريقة بتسبيب الأوستيوباروسيس، وبالنسبة للبوست مينوبوزل أو المينوبوز له طريقة لتسبيب الإيش الأوستيوباروسيس. بالنسبة إلى الإيج اللي بصير إنه كالتالي، بصير عندك decreased بالreplicative activity of osteoporogenitors، الخلايا المكونة للعظم بصير في بتقل عملية تكاثرها وانقسامها، تمام؟ بالتالي بقل عملية تصنيع synthetic activity of osteoblast، بتقل القدرة التصنيعية للosteoblast، بالتالي بتقل عندك biological activity وبصير عندك decrease بالphysical activity، نقصان بالنشاط البدني. فالaging بشكل أساسي كيف بسبب الاوستيوباروسيس؟ من خلال انه قل، انه بصير في عندك decrease بالسينثيتيك اكتيفيتي اوف اوستيوبلاست، لانه بصير في عندك decrease بالريبليكيتيف اكتيفيتي اوف اوستيوبروجينيتور سيل. اما بالنسبه للمينوبوز اللي بصير كالتالي، انه decrease سيرم استروجين، بيقل عندك مستوى الاستروجين. واحنا حكينا هون انه الاستروجين بيلعب دور كثير مهم بنشاط الاوستيوكلاست والاوستيوبلاست، يعني خلينا نحكي العامل بتحكم فيهم، تمام؟ فبتقل عندك الاستروجين اللي هو الحامل العظم، فبتزيد نشاط الاوستيوكلاست. بيزيد عندك كمان شغلتين اللي هم اللي انترلوكين 1 و 6 والتي ان اف ليفل. بيزيد عندك الاكسبريشن اوف رانك اند رانك لايجن، هاي ممكن تسحبوا عليها تحت بحكي لكم ليش. وبالتالي بيزيد نشاط الاوستيو كلاست اكتيفيتي، يعني اللي بدي اياكم تعرفوهم بشكل مهم اللي هو انه
المينوبوزل اللي بصير المينوبوز بصير عندنا increase بالأوستيكلاست activity. أما بالنسبة للأيجينج بصير عندك decrease بالactivity للأوستيوبلاست. وكلاهما بيأدوا إلى الأوستيوباروسيس, بيأدوا إلى الأوستيوباروسيس. هسا لشخص إجا عندك وطلعت على عينة البون تحت الميكروسكوب, إيش ممكن تشوف؟ بتشوف بصير عندك thin bone trabecula. هسا البون من برا, خلينا نحكي العظم من برا, اللونج بون بيكون كورتكس صح, اللي هو بيكون دنس بون, اللي من جوا بيكون سبونجي او ترابيكولار بون, بتحتوي على ترابيكولي. تمام, هاي الترابيكولي هون هي نورمال بتكون مثلا لارج او السايز تبعها بيكون منيح, لكن بالاوستيوباروسيس اللي بصير انه بصير في عندك ثين فيها, لانها بصير ثين ما بين الترابيكولي الاولى والترابيكولي الثاني بصير بتمتد المسافه, بصير عندك وايدلي سبريتد separated trabecula. تمام, نسب الاوستيوكلاست اكتيفيتي, انا بلاحظ انه الاوستيوكلاست نشاطها زاد, واحنا هذا الاشي بنعرفه لانه الاوستيوباروسيس بعد عمر 30 بتبدا نشاط الاوستيوكلاست يزيد, سواء كان بسبب العمر او كان بسبب ايش, بسبب ديكريز الليفل تاع الاستروجين. تمام, بالنسبه للمينرال بون كونتنت هو بيكون نورمال, وهي الشغله كثير مهمه. يعني انا اللي بصير هون انا بفقد بس ديكريز بالبون بون ماس, لكن المينرال بون كونتنت بتكون نورمال, ما بيكون صاير عليها اشي. هاي لازم تحفظوها, ليش؟ لانه هي الفرق ما بين الاوستيوباروسيس والاوستيوماليشيا. الاوستيوماليشيا هسه رح ناخذها, اللي هي الريكتس اللي هو الكساح, بيختلف عن الاوستيوباروسيس, لانه الاوستيوباروسيس هون بصير في عندك ديكريز صح بالبون ماس, انا بخسر بكسر عظيم, لكن محتواها من المينرال بتكون طبيعي. تمام, most changes are seen in weight bearing area, يعني التغيير بيكون بالمناطق اللي بتحمل وزن, اللي هي زي الفيرتبرا حكيت لكم فقرات, والنك تاع الفيمر. clinical picture طبعا مثلا عادة هاي الاوستيوباروسيس مين بنشوفها, برجع بكرر لك مرة ثانية, بالبوست منوبوزل أو سينايل يعني بالختايرة, وبنشوفها بالأنثى. تمام, اللي صار عندها بوست منوبوزل ممكن انه نكتشفها مست انتل فراكتر اوكر, يعني ممكن يعني نكتشفها بالصدفة, يعني هو بيكون اسمتوماتيك, لكن بس تنكسر نكتشف انه عنده هذا الشخص اوستيوباروسيس. تمام, الفراكتر بصير عندك كسور, لكن وين بتصير الكسور؟ بتصير باللمبر والثوراسيك فيرتبرا, يعني بالفيرتبرا بتكون بالثوراسيك واللمبر, وبصير في عندك الهيد اوف ذا فيمر بنكس, وحكينا هاي الموست كومن, يعني السايت اللي بصير فيها عاده فراكشر هذول اكثر إشي. تمام, بصير عندك ديمينيشت هايت, يعني هذا الشخص ببلش يكسر, يعني على بس يكبر ببلش يكسر, ليش؟ لانه بصير في عندك تكسير بالعظم, وإشي بنسميه كايفوسكوليوسز. يعني ايش كايفوسز وسكوليوسز؟ ايش يعني كايفوسز وايش يعني سكوليوسز؟ خليني بالاول نشوف صوره. كايفوسز يعني انه انت بصير في عندك بتتحدب, يعني بتكون الفرتبرا بصير للامام. تمام, سكوليوسز انها بتروح لليمين واليسار. تمام, هيك بتزيح يا اليمين يا اليسار, بصير هيك زي خلنا نحكي انها لفة, يعني يمين يسار وبترجع هيك وبتكون محدبة للأمام, بسموها هاي كايفو سكوليوسيس. تمام, كايفو سكوليوسيس, فبالتالي بصير عنده ديكريز بالرسبيراتوري فانكشن, وبسبب ديكريز بالرسبيراتوري فانكشن بصير عنده بالمونري امبوليزم. تمام, هسا كيف انا بعمل دياجنوز؟ عن طريق اما بستخدم الاكس راي, او بعمل ايش بنسميه كوانتيتيف سي تي ابزوربومتري. يعني الاكس راي العيب تبعها انه ما ببين لك انه هذا الشخص عنده اوستيو بروسيس الا بس يفقد 30-40%. تمام, ممكن استخدم زي ما حكيت لكم كواليتيف سي تي ابزوربومتري, وممكن استخدم اللابوراتوري بايوكيميكال ماركر اوف ذا بون. تمام, يعني بستخدم البايوكيميكال ماركر زي الكالسيوم فوسفاتيز والكالسيوم. إذا كان الكالسيوم فوسفاتيز مرتفع فهذا دليل على أوستيوباروسيس, وإذا كان الكالسيوم مرتفع باليورين بيكون عند هذا الشخص أوستيوباروسيس. تمام, ريرلي إنه أخذ بون بايوبسي. تمام, هاي
هلا بالنسبة للتريتمنت اند بريفنشن، يعني كيفية العلاج ومنع حدوث الايش الاوستيوبوروسيس، بتكون عن طريق اني اعطي الشخص كالسيوم او فيتامين دي، سواء كان عن طريق الدايت او بعطيه سبلمنتس مكملات، بخليه يعمل اكسرسايز امتي ريزوربتيف زي البيسفوسفينيت. البيسفوسفينيت هو دراج بستخدمه لعلاج الاوستيوبوروسيس، او بعطيه استروجين مشان ايش، لانه احنا بنعرف انه الاستروجين بيحافظ على العظم تمام، وبيمنع نشاط الاوستيوكلاس، او بعمل اوستيو انابوليك ايجنت من خلال انه اعطي الباراثايرويد انالوجز تمام، اللي احنا بنعرف انه الباراثايرويد انالوجز بحفز تكسير العظم وبزيد الكالسيوم، اصلا انا بفرزه بس يقل مستوى الكالسيوم عندي مشان ازيد الكالسيوم تمام. هاي بالنسبه للتريتمنت والبريفنشن. نرجع من هون، يعني اللي بدي اياكم تعرفوه من الاوستيوباروسيس انه هو اللي بصير فيه انه لوز اوف بون ماس بيكون مع نورمال مينرال بون كونتنت تمام. بشوفه يعني الموست كومن سايت بتكون موجود بالسباين، وبكون موجود بالنك تاع الفيمر تمام، وبشوفه بشكل اساسي بالويمن اللي بتكون بوست مينوبوزل. كمان الشخص بيجي عنده كايفوسيس وسكوليوسيس، وبعمله دياجنوستيك بالاكس راي والبايوكيميكال ماركر، بيكون الالكالين فوسفاتيز والكالسيوم بيكونوا كثير مرتفعات، وريرلي نحتاج بون بايوبسي تمام. التريتمنت اي ثينك انها مش كثير مهمه، لكن ممكن انكم تدرسوها. بالنسبه لمعلومه حكيت لكم ما تدرسوها بالاعلى، اللي هي ايش هو الرانك والرانك لاجن. الرانك هو عباره عن ريسبتور موجود على الاوستيو كلاست، على سطح الاوستيو كلاست تمام، بيرتبط بهذا الريسبتور لاجن. ايش اسمه؟ رانك لاجن. هسا ارتباط الرانك لاجنت بالرانك بيعملوا بصحوا الاوستيوكلاست، بيعملها اكتيفيشن تمام. وثاني شيء بيعمل اكتيفيشن الاوستيوكلاست اللي هو المونو نيوكليوس كولين ستيمولاتينج فاكتور تمام. هو عباره عن فاكتور له ريسبتور خاص على الاوستيوكلاست بيرتبط فيه تمام، وبيعمل اكتيفيشن للاوستيوكلاست. بالنسبه للاوستيو بروتيجرين او الاو بي جي، هذا بيعاكس عمل الرانك لاجن والامس CSF تمام. هذا بيعمل انهيبيشن للاوستيكلاس. انا اذا عملت انهيبيشن للاوستيكلاس يعني انا بمنع تكسير العظم، انا بعمل اكتيفيشن للاوستيكلاس يعني انا بحفز تكسير العظم. طبعا ما بحاله المونوبوز بيكون عندك انكريز بالاكسبريشن اوف رانك اند رانك لاجن بيزيد، فبالتالي اذا زاد عندك وجود الرانك والرانك لاجن بعدين انا بفعل بزيد الاكتيفيتي للاوستيكلاس، وهذا هو الموجود هون تمام. المرض الثاني هو الريكتس او الاوستيوماليشيا، يعني هو له اسمين يا مسميه ريكتس او الاوستيوماليشيا اللي هو الكساح. طب ايش سببه؟ سببه ديكريز ان فيتامين دي انتيك اور ميتابوليزم، سواء كان نقصان دي فيتامين دي بالانتيك او بسبب الميتابوليزم، وبصير عندك اكسس اوف ان مينرالايزد بون ماتريكس. زي ما حكيت لكم الفرق ما بين الاوستيوباروسيس والاوستيوماليشيا، بالاوستيوباروسيس بيكون عندك نورمال المينرال بون كونتنت بتكون نورمال تمام، اما بالنسبه للاوستيو ماليشيا او الريكتس بيكون عندك البون بيكون عندك ان مينرالايزد بون ماتريكس تمام. نورمالي اولموست 100% اوف ذا بون از مينرالايزد تمام، بيكون عاده نورمالي البون كامل بيكون 100% بيكون مينرالايزد. وير از ان ذيس كونديشن، في حاله الريكتس اور الاوستيو ماليشيا المينرالايزد بتكون ممكن تكون أقل من 20%. تخيل يعني من 100% هتكون مينيرالايز بالنورمال، بحالة الأوستيوماليشيا أقل من 20% بس من المون اللي بيكون مينيرالايز تمام. فبالتالي هذا إحنا بنعرف إنه المينيرالايزيشن بتعطي قوة للعظم تمام. فإذا أنا خسرت عملية المينيرالايزيشن فهذا بيعمل البون ويك تمام، وبالتالي بصير في عندك فراكتشر سواء كان مع بين أو بدون بين، وبصير في عندك تشوه بالعظم تمام. هاي هيستولوجي، هون بيكون عندك ثيك ان مينرالايز اوستيويد
around more mineralized bone trabecula. تمام؟ إيه هاي مش كثير مهمة. هسا بالنسبة إلى الهايبر باراثايروديزم الدرقية. إيش هم الباراثايرويد جلاند؟ باراثايرويد جلاند هي عبارة عن أربعة جلاندات خلنا نحكي موجودين وراء الثايرويد جلاند نفسها. مسؤولين عن إنتاج الباراثايرويد هرمون. الباراثايرويد هرمون هاي بنتجه في حالة إنه الدم بطل يحتوي على كالسيوم. أنا بعطي بنزل هذا الباراثايرويد هرمون بوين بيروح على ريسبتر، هذا الريسبتر بيكون موجود على الأوستيو كلاس، بحكي لها حبيبتي اشتغلي بتكسر العظم مشان ننتج الايش الكالسيوم، بالتالي برتفع بالدم وهنا برتفع بيكون عمل اللي عليه الباراثايرويد الباراثايرويد هرمون. تمام. هسه حالة الهايبر باراثايرويديزم اللي هو فرط او زيادة في نشاط جهازات الغدة الدرقية قد يكون برايمري يعني بحدث بشكل اساسي يعني سببه الغدة نفسها، او سكندري يعني كان في مكان قريب او مجاور للباراثايرويد جلاند وانتقل إله. الباراثورمون اللي هو نفسه الباراثايرويد هرمون، تمام، زي ما حكيت لكم بيشتغل على الأوستيوكلاست وبفعلها وبصير في عندك بون ريزوربشن تكسير العظم ومنزيد الكالسيوم. كنتيجة للهايبر باراثايرويدزم اللي هو فرط في نشاط غدد جارات الدرقية بصير عندك بون سيست بحل مكان العظم أكياس، بصير عندك إشي مسميه براون تيومر، تمام، هو أو الاسم الثاني إله أوستيايتس فايبروزا سيستيكا، تمام، الاسم الثاني للبرون براون تيومر أوستيايتس فايبروسا سيستيكا، تمام، هو فعليا مش تيومر لكن هو عبارة عن تسمية خاطئة حسب ما قرأت، تمام، اللي بصير انه احنا بنصير نشوف أوستيوكلاست جاينت سيل هي مسدرن، تمام، داخل ايش البون، وبيكون عندك فايبرو فاسكولار، تمام، باك جراوند بيكون يعني فيه فيزلز بلود فيزلز، تمام، واللي بصير انه بصير عندك فراكتشرز ودي ديفورميتيز يعني تشوهات. اللي مهم تعرفوه بالهايبر باراثايرويديزم انه اللي بفرز الباراثورمون اللي بيحفز الاوستيوكلاست اللي بصير عندك بون ريزوربشن وبزيد كالسيوم، وكنتيجة لهذا بنشوف عندنا سيست بون سيست وبصير عندنا براون تيومر، والاسم الثاني له كثير مهم اوستيايتس فايبروزا سيستيكا، تمام. هاي بالنسبة للهايبر باراثايرويديزم. رح نحكي الان عن اخر مرض اكويرد واللي هو Paget disease of bone أو الاسم الثاني اللي إله osteitis deformans. osteitis deformans معناها تشوه العظم، فهو المرض اللي بسبب تشوه في العظم. إيش هو هذا Paget disease أو osteitis deformans؟ هو is a polyostotic or monostotic disorder. هو عبارة عن مرض. إيش يعني polyostotic؟ polyostotic يعني بيأثر على أكثر من عظمة، monostotic يعني بيأثر على عظمة واحدة، تمام؟ بيكون عندنا خلل بالبون ريمودلينج. ايش يعني بون ريمودلينج؟ بون ريمودلينج تشمل شغلتين اللي هي عملية الفورميشن، عملية تكوين البون، وعملية تكسير البون، تمام؟ وعادة الباجت ديزيز احنا بنشوفه بشخص بيكون بالميدل ايج، يعني مش كثير كبير، يعني مش بالسينايل ولا بتكون بالدري، بتكون بالميدل ايج، تمام؟ هنا عبارة عن disordered osteoclast hyperactivity with osteoblast، يعني هنا نشاط الأوستيوكلاست بيزيد ونشاط الأوستيوبلاست أيضا بيزيد، اثنين بيزيدوا، تمام، ونتيجة لهذه الزيادة بصير عندنا زيادة بالبون ماس، تمام، لكن الماس اللي رح تتكون بيكون disorganized، يعني البون اللي رح يتكون بيكون غير منظم، بيكون مزيك of bone، يعني هو زي الفسيفساء بتكون البون هاي، ولأنه بيكون زي الفسيفساء بيكون ويكر، بيكون كثير ضعيف، وبيكون كبير، صح انه كبير لكن بيكون ضعيف وليس كومباكت، ما بيكون مضغوط منيح، وبيزيد فيه مور فاسكولار، بيزيد فيه الأوعية الدموية. هسه باجت ديزيز قد يحدث ب يعني سبب الباجت ديزيز لحديث الآن ما حدا قادر يحدد ايش هو، لكن يعتقد انه قد يكون جينيتك. بحكي لك انه في عنا بالجينيتك في عندك ثيوري انه بتحكي انه الباجت ديزيز نتيجة للميوتيشن ب
سيكوستوسوم 1 تمام. هذا الجين بصير عليه ميوتيشن، بالتالي نتيجة هاي الميوتيشن بصير عندنا انكريز بالاوستوكلاست اكتيفيتي، وبيؤدي ذلك الى الفاميليال باجيت ديزيز تمام. فاميليال باجيت ديزيز قد يكون سببه فايرال او انفلاماتوري ديس اوردر، يعني ما بنعرف شو الاكزاكت كوز لهذا المرض. الباجيت ديزيز بمر بثري فيسز، هم فعليا اربعة لكن هون ذاكرين انهم ثلاث. اول فيس اللي بصير انه بزيد عنا نشاط الأوستيوكلاست تمام. فبأول فيز مين اللي بيكون شغال؟ الأوستيوكلاست. الفيز الأول بسموه أوستيوليتك، أوستيوليتك يعني الفيز اللي بصير فيه تكسير للعظم أوستيوليتك. بس ثواني أشوف وين بدي أكتبها، هون أوستيوليتك يعني بصير فيها تكسير للعظم تمام. هون بصير عندنا زي ما حكينا بون لوس وهايبر فاسكولاريتي، بتزيد عندنا البلد فيزلز بالبون. الفيس الثاني مين اللي بكون شغال؟ بوث الاثنين اللي هو الاوستيوكلاست والاوستيوبلاست تمام. بالفيس الثالث بصير عندنا اللي شغال اوستيوبلاست بس، يعني هي اللي بتكون للعظم، ونطلق عليه هذا الفيس اللي بنسميه الاوستيوسكليروتيك فيس، اوستيوسكليروتيك فيس. وبكون في عندنا تكوين لايش؟ لدنس من mineralized bone. لاحظوا انه هون البون بيكون mineralized وبكون وضعه طبيعي، زي مين؟ زي الاوستيوباروسيس اللي بعاكسهم الاوستيوماليشيا اللي كانت ما فيها ان mineralized bone تمام. الباثولوجي بحكينا انه اللي بصير انه بصير عنا فوكال ريبليسمنت، بصير عنا استبدال للبون مارو بلوز فاسكولار كونكتيف تيشو، بصير عنا البون ترابيكولا ار لايند باي هيوج اوستيوكلاست، بصير عنا بتصير الترابيكولا محاطه باوستيوكلاست. والاوستيوبلاستيك بروليفيريشن بيكون وذ كونكوميتنت بون ريزوربشن، يعني بتكون مصاحبه لعمليه تكسير البون وتكوين بون، يعني بنفس الباجيت ديزيز عمليه بيكون خلل بشغلتين، البون ريموديلينج حكيت لكم بتشمل شغلتين، بون ريزوربشن بون فورميشن تمام. اللي بصير بصير عندنا irregular woven bone. شو يعني woven bone؟ woven bone هو العظم القديم الميت تمام، بصير له deposition بصير له تراكم مع ايش with bone thickening تمام، مع زيادة في سمك، وبتكون بتكون يعني كيف تترتب بشكل inorganized زي ما حكينا، بكون مزيك وبكون small وسوري بكون weaker بكون large وبكون مش compact تمام و highly vascular. هسا الكلينيكال بيكتشر يعني كيف يعني الحالات اللي بتيجي عندك، كيف انت بتعرف انه عندها هاي باجيت ديزيز؟ عاده الميجوريتي بتكون اسيمتوماتيك، بيكونوا ما بيعانوا من اي اعراض، واحنا بنكتشفهم ديسكفرد انسيدنتلي، يعني احنا بنكتشفهم بالصدفه تمام. بالنسبه اذا عملنا يعني فحوصات بنلاقي انه الالكالين فوسفاتيز بكون مرتفع تمام، اما بالنسبه الى الكالسيوم والفوسفات بيكونوا نورمال. طب بدك تسال حالك السؤال، طب انا بكسر عظم تمام، طب مش لازم يزيد نسبه الكالسيوم؟ هو فعلا تفسيرك صح، لكن اللي بصير انه احنا بنكسر وبنبني عظم، يعني الكالسيوم اللي بيطلع بيرد بيرجع تمام، يعني ما بيروح للدم، يعني انا بستخدمه مره ثانيه في تكوين العظم تمام. بصير عندك ديفورميتيز، يعني بصير عندك تشوهات، يعني صح انا برجع يعني بكسر وببني عظم، لكن اللي ببنيه عظم المبني ما بيكون صحيح، بيكون موزايك تمام، بيكون ويكر ولارج وهايلي فاسكولر تمام. فبيصير عندك بوينج يعني تقوس، بصير عندك الرجلين مقوسات، يعني انه الباجيت ديزيز بيأثر بيعمل سكليتال ابنورماليتيز تمام. بالنسبة للسكال بصير عندنا كمان بنبني وبنكون يعني منكسر بالسكال وبنبني وبزيد حجمها، فبصير انلارج بتصير كبيرة، ونتيجة لهذا الانلارج بصير عنا هيدك تمام، ممكن تؤدي إلى أيضا الشقيقة، يعني مش إنه هيدك بسيط بيكون. بالنسبة للكومبليكيشن اللي ممكن تصير مع شخص مصاب بالباجيت ديزيز، ممكن يصير عنده نيرف كومبريشن، يعني بصير عنده ضغط على الأعصاب تمام، وهذا بيؤدي إلى دفنس الصمم وفيجوال ديستيربنس، يعني مشاكل في الرؤية تمام، أو ممكن تؤدي إلى العمى. إنكريز الفاسكولاريتي إن بون مارو، زيادة التغذية الدموية للعظم للبون مارو بيؤدي الى الارتيريو فينس شنتينج. ايش يعني ارتيريو فينس شنتينج؟ يعني انه الدم بيتحرك من الارتري
للفين دغري ما بدون ما يمر بالكابيلاري، بدون ما يمر بالكابيلاري، وهذا إشي pathological تمام، وهذا بيؤدي إلى high output heart failure. ليش بتؤدي إلى heart failure؟ اللي بصير إنه إحنا في جسمنا في عنا مثلا 5 لتر من الدم صح؟ 5 لتر هاي بالوضع الطبيعي بيكون موزعات بشكل يعني اللي منودي للعضو هذا الدم اللي بكفيه. في حال زاد عدد البلد فيزلز الواصلة للبون، فأنا مضطر إنه يعني القلب مضطر إنه يضخ دم زيادة لهذا العضو تمام. طب مشان يضخ يعني هو بضخ دم لهذا العضو تمام، وبروح دم. طب الأورجن الثانيين رح يقل عنهم الدم اللي كان يوصلهم، مشان ما يصير عنا يعني بعض الأعضاء يصير عندها نقص في الدم اللي بوصلها، بصير القلب يشتغل بأعلى طاقته، بصير عندك هاي أوتبوت تمام، مشان تتغلب على هاي الحالة وما يتم حرمان أي أورجن. فبسبب إنه القلب بصير يشتغل بأعلى طاقته بصير عندنا heart failure تمام. هسا الباجيت ديزيز هو مرض قد يتحول إلى كانسر ويصير عندنا طبعا ماني كانسر، لكن أشهرهم اللي هو الأوستيو ساركوما، الأوستيو ساركوما تمام. طبعا بيطول كل يعني النسبة المصابين 1% من المصابين بالباجيت ديزيز بيطوروا للأوستيو ساركوما. طبعا The prognosis is good unless complication occur. يعني بيعتبر الباجيت ديزيز له good prognosis، لكن إذا صار في عندنا complication بتحول من good إلى bad. تمام؟ فيهم ما هو الأوستيومايلايتس. إيش هو الأوستيومايلايتس؟ هو عبارة عن inflammation of the bone and the bone marrow cavity. هو التهاب بالعظم ونخاع العظم، مش بس بالعظم ونخاع العظم تمام. usually blood borne infection يعني هو يعني infection بيكون بالدم ووصل للعظم. The most serious type أو أنواع الأوستيومايلايتس هم 3 تمام. أول واحد هو biogenic osteomyelitis، بيكون مين اللي مسببه؟ بكتيريا تمام. النوع الثاني هو tuberculous osteomyelitis، مين اللي بيكون مسببها؟ TB. ثالث نوع هو عبارة عن syphilitic osteomyelitis، ومين بيكون مسببه؟ التريبونيما باليدا. نبدأ بأول نوع من الأوستيومايلايتس وهو البيوجينيك أوستيومايلايتس تمام. مين اللي بيسببها؟ بيوجينيك بكتيريا. ومين هم هذول البكتيريا؟ ستاف أوريوس، إشيريشيا كولاي، جروب بي ستريبتوكوكس، وهي بتكون بالنيونات يعني بتصيب النيونات، هي جروب بي ستريبتوكوكس بتسبب له بيوجينيك أوستيومايلايتس، والسالمونيلا بتصيب الأشخاص اللي عندهم سكل تمام. ممكن يكون mixed infection. فزي ما حكينا اللي البيوجينيك أوستيومايلايتس بيكون مسببها بكتيريا، ستاف أوريوس، جروب بي ستريب بتكون بالنيونات، والسيكل سيل بيشنت بيكون المسبب لهم البيوجينيك أوستيومايلايتس هي السالمونيلا تمام. مصدر البكتيريا هاي قد يكون هيماتوجينس يعني من الدم ووصل على العظم. دايركت اكستنشن يعني مثلا انت وقعت لا سمح الله وبينت العظمة تاعت رجلك طلعت من مكانها وتعرضت للبيئة الخارجية والبكتيريا هنا وصلت العظم ودخلت بشكل دايركت، ممكن من خلال دايركت تروما زي ما حكينا بالأعلى، او ايتروجينيك يعني عن طريق انه هذا الشخص خضع لعملية جراحية وكانت الادوات اللي استخدمناها بهاي العملية بتكون ملوثة تمام. هسه البيوجينيك اوستيومايلايتس بيأثر بشكل اساسي على الميتافيسز. ايش هو الميتافيس؟ هو المنطقة اللي بتفصل ما بين الابيفيسز والديافيسز، هاي اللي بيكون فيها الجروث بلين، هاي عبارة عن ايش؟ الميتافيسز تمام. بالانفنت مش الميتافيسز اللي بتأثر فيها الابيفيسز، هاي الابيفيسز هي اللي بتتأثر تمام. ممكن البيوجينيك أوستيومايلايتس ينتقل من البون والبون مارو ويوصل للجوينت تمام. بدنا نشوف فيديو كثير لطيف يعني سريع مشان نقدر نستوعب على الأشياء رح نحكي عنها بعد شوي. Thank you.
تمام. هلأ بدنا نكمل عن الأوستيومايلايتس. بدنا شفنا هذا الفيديو الكلينيكال بيكتشر والدياغنوسيس، أنا كيف بشخص وكيف الحالات اللي بتيجي عندنا. هسا البيوجينيك أوستيومايلايتس ممكن يكون أكيوت وممكن يكون كرونيك. طبعا إذا إجى الشخص وكان بحالة الأكيوت بيكون عنده هذا فيفر، حرارة، بون بين، ألم في العظام، لوكوسايتوسيس، ارتفاع في عدد الوايت بلد سيل، وهو شيء طبيعي، إحنا عندنا انفكشن تمام، فأكيد بده يرتفع عدد الوايت بلد سيل. اما اذا اجى الشخص وكان واصل لحاله الكرونيك بيكون عنده لو جريد فيفر، يعني حرارته مش كثير عاليه تمام، بيكون عنده بين، يعني لسه بضل عنده بين. ولانه احنا هون بنكون ما عالجنا هذا الشخص وما عالجنا البكتيريا، فبتأدي هاي البكتيريا إلى حدوث أبسس تمام، وإيش مسميه discharging sinus. زي ما شفتوا بالفيديو الساينس اللي هي الفتحة زي أنبوب بيطلع من العظم لبرا على السكن مشان يطلع إفرازاته تمام. كيف أنا بعمل diagnosis لشخص عنده osteomyelitis؟ ممكن أستخدم الإكس راي أو أعمل blood وساينس charge culture. بالنسبة للإكس راي إيش اللي بشوفه؟ بس بشوف destructive lytic lesion with a new bone formation، يعني بشوف عظم بتكسر وعظم بتكون تمام. التريتمنت الابروبريت بعطيهم الانتيبيوتكس وبعملهم سيرجيكال ديبارتمنت، يعني تنظيف جراحي زي ما انتم شفتوا، خاصه بالكرونيك مشان اشيل البون الميت تمام، الديد بون. الباثولوجيكال قد يكون زي ما حكينا اكيوت اور سب اكيوت اور كرونيك ستيج، بيكون عندك النيوتروفيل انفلتريشن، هو بكتيريا انفكشن فاوريدي لازم ترتفع عدد النيوتروفيل تمام. بيكون عندك كمان بون نيكروسيس، ايش تموت في العظم. الديد الانفكتد الديد بون ايش بنسميه؟ سيكويسترم. ايش بنسميه؟ سيكويسترم، اللي هو العظم الميت اللي بيكون فيه انفكشن تمام. هسا بنتقل من البون الى البيري اوستيوم. بيري يعني حول اوستيوم، حول العظم، في غشاء كونكتيف تيشو بيكون محاط بالعظمه، هاي اللي شفناها هون بيكون عليها هيك 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 كلياتها، هاي بيكون زي غشاء بحميها من الخارج، بنسميه البيري اوستيوم. من البيري اوستيوم بنزل للسب بيري اوستيوم تحت البيري اوستيوم وبيعمل ابسس تمام، وربتشر ان سوفت تيشو بيعمل خراب بالسوفت تيشو اللي بتكون محاطه بالبيري اوستيوم، يعني خلينا نحكي المسلز اللي بتكون قريبه منه، وبعمل الدرينينج ساينس تمام. هاي اذا كان اكيوت، يعني هون احنا بنحكي اذا كان اكيوت. اما اذا كان كرونيك البلازما سيل، واللي بيكون عندك فيه بلازما سيل بيكون عندك ليمفوسايت، هون بيبدا يعني بالاكيوت احنا هناك بيكون عندنا تموت العظم. في حاله الكرونيك هون برجع بدي اعمل، بدي ارجع احاول انه احافظ على جسمي، بعمل بكون نيو بون، وهذا النيو بون شو مسميه؟ انفوليكيوم. وبيكون عندنا بالكرونيك ابسس، وهذا شو مسميه الابسس؟ بروديز ابسس. ايش مسميه؟ بروديز ابسس تمام. الكومبليكيشن اللي ممكن تحدث لشخص عنده بايوجينيك اوستيومايلايتس، ممكن يصير عنده فراكتشر، كسور، وهذا الاشي طبيعي لانه احنا في عندنا تموت بالعظم تمام. سيبتيك ارثرايتس، ممكن انه يصير في عنده التهاب بالجوينت تمام، واحنا حكينا انه ممكن ينتقل للجوينت. بكتيريميا وسبتيسيميا، بكتيريميا يعني بكتيريا بالدم، سبتيسيميا يعني تسمم بالدم تمام. اندوكاردايتس، التهاب في بطانه القلب من الداخل. امايلودوسيس، تراكم للامايلويدز داخل الجسم. كرونيك سكين ساينس، احنا زي ما شفتوا انه احنا بنكون ديسشارجينج ساينس تمام، ممكن يكون كرونيك وبطل يطيب، بالتالي هاي كومبليكيشن تعتبر. ممكن تحول لكانسر اللي هو سكواماس سيل كارسينوما اوف ذا سكن، يعني ممكن يصير في عندنا كانسر، يعني تحول لاوستيومايلايتس لكانسر. هسه بدنا نحكي عن تيوبركولوس اوستيومايلايتس اللي بتسببه تيوبركولوس التي بي تمام. ميبي فولو قد يكون يعني نتيجه لبلمونري تي بي او جي اي تي تي بي، يعني تي بي بالبلمونري بنتقل للعظم، او بلمونري بيكون مسبب مصيب بتصيب الجي اي تي وانتقلت للعظم. هو التيوبركولوس اوستيومايلايتس يعني شائع ان اشوف بالشخص بيكون اميونو كومبرومايز تمام، بيكون ضعيف المناعه. قد ينتقل هيماتوجينس او دايركتلي سبريد، يعني ممكن ينتقل عن طريق الدم او دايركت تمام، يدخل. ممكن يكون سيلوتاتوري اور مالتي سنتريك، يعني ممكن تاثر على اكثر من
من مكان في العظم، تمام؟ هي بتصيب بشكل أساسي اللي بتأثر الموست افكتد هم الفيرتبرا واللونج بون، اللي بصير إنه في عنا كازييتنج جرانيولوماتس رياكشن، يعني زي ما أخذنا بالباثولوجي إنه هذا بيكون زي تشيز، تمام؟ بصير عندك وبصير عنا destroying بون، بصير عنا تكسير للعظم. هسا التي بي إذا أثرت على الفيرتبرا إيش بسميها؟ بسميها بوت ديزيز، تمام؟ وهذا شو بصير عنده الشخص؟ كايفوسيس وسكوليوسيس. كايفوسيس بتحدب للأمام وسكوليوسيس للجانبين. ماي درين ممكن ينتقل لإيش؟ للسوفت تيشو زي الـ شو اسمه البيوجينيك، تمام؟ والجيسنت سوس مسلز هاي العظمة بتكون طالعة من الفيرتبرا من تحت، فممكن تنتقل إلها ينتقل إلها تي بي أوستيومايلايتس، ويصير عندنا سوس أبسس، يصير في عندنا خرم بالسوس مسلز هاي. التريتمنت أنا بعطي أنتي تي بي ثيرابي، بعالج التي بي الأساسي، يعني أنا ما بعالج الأوستيومايلايتس، أنا بعالج التي بي الأساسي. بذكر إنه أحد الأدوية اللي كنا نعطيها للتي بي هو الأيزونيازايد، بس كان هم 4، أنا مذكر واحد منهم. anyway بس but difficult to treatment، يعني هو من الصعب إنه إن نعالج التيوبركولس أوستيومايلايتس. وآخر واحد حكينا عنه اللي هو السيفليتيك أوستيومايلايتس، لكن دكتور مش شارح عنه إشي. هيك بنكون أنهينا كل الأمراض اللي بتصيب العظم، تمام؟ رح ندخل هسا بالأمراض اللي بتصيب الجوينت، تمام؟ الانفلاماتوري ديسوردر، رح نبدأ بالحديث عن الانفكشوس أرثرايتس، بعدين رح نحكي عن الروماتويد أرثرايتس. إيش هو الانفكشوس أرثرايتس؟ هو التهاب المفاصل. طب إيش هو اللي بسبب التهاب المفصل؟ قد تكون ستاف أو استرب أو غونوكوكاي، كل هذول طبعا هم بكتيريا ممكن يسببوا أرثرايتس، التهاب المفصل، تمام؟ طبعا الانفكشوس أرثرايتس ممكن تحدث في أني جويت وصير في انفلاميشن. للشفاء أو لعلاج الانفكشوس أرثرايتس بعطي هذا الشخص أنتي بايوتكس. في حال ما أعطيته أنتي بايوتكس رح يصير في عنده فايبروسيس، تليف في المفصل، وكالسيفيكيشن اللي هو تكلس في هذا المفصل، تمام؟ مش بس ستاف وستريب وغونوكوكاي ممكن هي تسبب الانفكشوس أرثرايتس، أيضا البلمونري تي بي أو الميلياري تي بي، يعني تي بي في عموم الجسم، أو بلمونري تي بي اللي بتكون في اللنج ممكن تنتقل من اللنج للجوينت وتسبب انفكشوس أرثرايتس، أو التي بي اللي بيكون بعموم الجسم. بصير في عنا destruction of cartilage and deformity، بصير عنا تكسير بالكارتلج، تمام؟ بالغضاريف اللي بتكون في هذا الجوينت، وبصير في عنا تشوه، وهو more common in children، يعني أكثر شيوعاً بالأطفال، وعادة أكثر إشي بتأثر اللي هم spine الفيرتبرا، أكثر مكان بتأثر فيه الجوينت اللي بيكون ما بين الفيرتبرا هو اللي بتأثر. هاي بالنسبة للinfectious arthritis، مين اللي بسببه؟ staff، strep، gonococci، الميلياري تي بي، البلمونري تي بي، ممكن كلهم يسببوا infectious arthritis. كيف أنا بعالجه؟ من خلال أعطي الشخص antibiotics. في حال لم أعطيه antibiotics رح يصير في عنده fibrosis or calcification، بصير في عنا destruction بالكارتلج، تكسر بالغضاريف، وبصير في عنا تشوه. وأنا بشوفه أكثر إشي أو أكثر شيوعا بشوفه وين؟ بالchildren، وأكثر إشي بتأثر اللي هو الجوينت اللي بيكون بالvertebra. رح نحكي عن الروماتويد arthritis وهو التهاب المفاصل الروماتيزمي، تمام؟ الروماتويد arthritis بنشوفه بالفيميل أكثر من الميل، بنسبة 3-1، يعني كل 3 نساء منشوف رجل مقابل 3 نساء مصابين رجل واحد مصاب، تمام؟ وعادة الأشخاص اللي بنصاب فيهم الفيميل أو الميل بيكونوا أعمارهم ما بين الثري والفايف ديكيد أوف لايف، يعني بالقرن الثالث أو الخامس من العمر. كيف يعني؟ هسا العمر كل 10 سنين منسميه بعقد، تمام؟ بعقد، فمن عقد الثالث للخامس أتوقع من 30-50 بيكون أعمارهم بنصابوا بالروماتويد أرثرايتس. طبعا الروماتويد أرثرايتس هو عبارة عن أوتو أميون بروسيس، عملية يعني الجهاز المناعي نفسه بنجن وبصير يهاجم حاله، تمام؟ اللي بصير انه تي هيلبر سيل مع الماكروفاج بصير في بيناتهم رياكشن، بصير يطلعوا تي ان اف، وهذا التي ان اف بيعمل دامج بالتيشو، تمام؟ والساينوفيل بروليفريشن رول اوف اي سي بي انتي بودي. عاده في الاشخاص المصابين بالروماتويد ارثرايتس 70% منهم بتلاقي عندهم نوع من انتي بودي مميز، وهو الانتي سي بي اي انتي سي بي اي انتي بوديز، تمام؟ هسا
هو عبارة عن systemic disease يعني بصيب عموم الجسم with involvement of small joints of hand feet mainly proximal interphalangeal joint. يعني هو systemic disease بصيب عموم الجسم تمام اللي والسمول جوينت اللي بتكون بالهاند وبالفيت تمام اكثر او المينلي جوينت بتاثر هو البروكسيمال انترفالنجيال جوينت بيكون ما بين الميتاكاربال والفالنجيز بعدين ممكن يتاثر فيه اي جوينت ممكن يتاثر اللي بصير انه هذا الجوينت بصير فيه عند بيكون سولن بيكون منتفخ وبيكون ريد لونه احمر تمام وبتكون ستيف يعني متصلب بعدين بعد ما يكون بعد ما ينتفخ ويكون ريد بصير فيه عندك بعدين ديفور متي تشوه بعدين بختفي هذا الجوينت على الاخر ببطل في عندنا جوينت ومسميها الحاله انكايلوسيس تمام الباثولوجي acute chronic inflammatory cell lymphoid follicles plasma cell in hypertrophied synovium extend into joint بحكي لك انه بالسينوفيوم بالسينوفيال ميمبرين اللي بيحيط بالجوينت بنلاقي acute و chronic inflammatory cell يعني مونوسايت و نيوتروفيل بالجوينت بيكون في عندنا كمان ايضا lymphoid nodules و plasma cell بعدين السينوفيوم مع الانفلاماتوري cell بصير في داخل الجوينت بانس ايش يعني بانس حبيبات بالجوينت بعدين هاي الحبيبات تتحول لفايبروسيس فايبروسيس بصير فيها تليف وبصير عندنا جوينت ديستركشن تدمير بالجوينت تمام بيكون ايضا في موجود بالجوينت روماتويد نوديولز نوديولز بالجوينت تمام والسوفت تيشو اذا عملنا لهذا الشخص سيرولوجيكال تيست رح نلاقي عنده انه هايبرجلوبولينيميا يعني ارتفاع في الجلوبولين داخل الدم كمان رح نشوف انه في عندك اشي بنسميه روماتويد فاكتور بيكون هذا بوزيتيف عند الشخص المصاب بالروماتويد ارثراتيس ايش هو الروماتويد فاكتور هو فاكتور بيكون موجود الروماتويد فاكتور ب 80% طب ايش هو الروماتويد فاكتور بيكون يا اما اميونوجلوبولين ام او اميونوجلوبولين اي ضد الايش الاميونوجلوبولين جي تمام هاي بالنسبة للباثولوجي للروماتويد أرثرايتس هسا الكلينيكال فيتشر اللي بيجي فيها الشخص المصاب بالروماتويد أرثرايتس several joint pain يعني ألم في مفاصل عديدة ومورنينج ستيفنس يعني تصلب بالجوينت لكن بإيش بفترة الصباح أرثرايتس in three or more joint area يعني التهاب بالمفاصل بثلاثة أو أكثر من الجوينت أرثرايتس of small hand joint يكون عندنا أرثرايتس بالجوينت بتكون بالجوينت الصغير اللي بتكون بالهاند وبتكون سيمتريكال يعني بتكون بنفس الايد تمام وبيكون فيها روماتويد نوديولز حبيبات وبيكون عندك ايضا سيرم روماتويد فاكتور يعني بيكون الشخص المصاب بالروماتويد ارثرايتس بوزيتيف بالروماتويد فاكتور اللي هو قد يكون اميونوجلوبولين ام او اي ضد الاميونوجلوبولين جي تمام وبيكون عندك تيبيكال راديوجرافيك تشينج يعني انت تحت الاكس راي بيكون عندي تغير واضح بقدر اميز انه هذا الشخص عنده روماتويد ارثرايتس مشان الشخص احكي انه هذا عنده روماتويد ارثرايتس لازم يكون عليه اتليست يكون عنده 4 من الفيتشر اللي حكينا عنهم هون تمام هيك بنكون خلصنا الانفلاماتوري ديس اوردر اللي هم الانفكشوس اريثرايتس والروماتويد اريثرايتس رح نبدا نحكي عن الديجنريتيف ديزيز رح نبدا ب اول مرض وهو الاوستيو اريثرايتس الاوستيو اريثرايتس بحكي لنا انه هو موست كومن جوينت ديزيز يعني الموست كومن ديجنريتيف ديزيز اللي بتصيب الجوينت هو الاوستيو اريثرايتس تمام وبيأثر على البوث سكسز بالتساوي يعني ما بيكون الفيميل اكثر من الميل او العكس برايمري ديجنريتيف ديزيز اوف كارتليج يعني هون بصير عندنا تكسر او خراب بالكارتليج وبنشوفها بالاعمار فوق ال 50 40% من الاشخاص اللي بيكونوا كبار ويعني 40% من الأشخاص بتكون أعمارهم فوق 70 بيكون عندهم الأوستيو أرثرايتس باليانجر بيشنت بيكون عندهم الأوستيو أرثرايتس نتيجة تروما أوبيزيتي أو بون ديفورميتي يعتبر جينيتك كوز تمام جينيتك كوزز يعني مسببات جينية الجوينت اللي بأثروا عليهم هم الهب والني والانترفيرتبرال جوينت والهاند
ايش هم الجوينت اللي بأثر عليهم؟ الجوينت اللي بتكون بالهاند، الهيب والني جوينت والانترفيرتبرال جوينت. بصير بهاي الجوينت سويلينج، بصير في عنا انتفاخ وديكريز بالموبيليتي، يعني بتقل قدرتنا على استخدام هذا الجوينت ونقدر نتحرك من خلاله. اللي بصير بالاوستيو ارثرايتس انه بصير عنا بروليفريشن وديس اورجانيزيشن بالكوندروسايت، وفي عنا كمان ووتر بروتوغلايكان وتايب 2 كولاجين. تمام، بصير في عنا كراكينج بالكارتليج، وهذا الاشي بنسميه كوندرو ماليشيا. فالكوندرو ماليشيا هي عملية تكسر كراكينج بالكارتليج، بصير عنا لوز للكارتليج او بصير فقدان للكارتليج. تمام، بصير اكسبوجر لسموث سب كوندرال هارد، بصير تكشف، يعني اللي تحت الكارتليج هو البون، فبصير عنا تكشف للبون، وهذا الاشي بنسميه بون ايبرنيشن، يعني لوز اوف كارتليج بسبب عنا بون ايبرنيشن. تمام، بصير عنا minor fracture بالكارتليج، فبالتالي بصير عنا تكون لجوينت مايس، فئران المفصل نتيجة تكسر الكارتليج. تمام، وهي بتكون موجودة داخل الجوينت. داخل الجوينت أيضا بيصير عنا في سيست. تمام، وفي عندك بوني اوت جروث، اوت جروث، وهي بنسميها اوستيوفايتس. اوستيوفايتس يعني عظمه زياده طالعه، هي مش موجوده من الاصل، لكن يعني مش موجوده بالوضع الطبيعي. تمام، فزي ما حكينا انه بصير في عنا بروليفريشن للكوندرو سايت، ووتر بروتوغلايكان تايب 2 كولاجين، بصير عنا كراكينج بالكارتليج، وهذا الاشي بنسميه كوندرو ماليشيا، لوز للكارتليج، وبصير عنا اكسبوجر للبون اللي تحتيه، وهي الاشي بنسميه بون ايبرنيشن، بصير عنا تكسر بالكارتليج وتكون للجوينت مايس، وبصير في عنا سيست داخل الجوينت وتكون للأوستيو فايتس. بالنسبة للكلينيكال، يعني خلينا نحكي الأعراض اللي بتظهر على هذا الشخص، بيكون عنده مورنينج ستيفنس، يعني تصلب بالجوينت في فترة الصباح، بين سويلينج ان جوينت، بيكون في عنا ألم وانتفاخ في الجوينت، بروجريسيف ديفورميتي ان جوينت، يعني تشوه مستمر في الجوينت، لكن ما بصير عنا انكايلوسيس، ما بصير عنا انكايلوسيس زي ما كنا نشوف بالروماتويد ارثرايتس. الروماتويد ارثرايتس كان يصير في انكايلوسيس، فقدان المفصل كامل، اما بالاوستيو ارثرايتس ما بصير في عنا انكايلوسيس. root compression due to involvement of vertebra by osteophytes. بصير انه اللي بصير انه السباينال روت، جذور السباينال نيرف، بيتم الضغط عليها من خلال الاوستيوفايتس، العظمه الزياده اللي تكونت. تمام، التريتمنت بعطيهم انالجيسيك، يعني مسكنات، انسيد اللي هو الانسيدز اللي هو نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. تمام، بعملهم جوينت ريبليسمنت وانتر ارتيكولار ستيرويد. تمام، هلا رح نحكي عن الكريستال انديوست ارثرايتس. الارثرايتس اللي بحدث نتيجة تجمع الكريستالات، رح نحكي عن الجاوت، بعدين رح نحكي عن السودو جاوت. الجاوت هو accumulation of uric acid in soft tissue and joint، يعني تجمع لليوريك اسيد بالجوينت. بالاول بيكون acute، بعدين بصير chronic، بعدين بصير في عنا renal complication. تمام، يعني هو الجاوت او داء الملوك بيأثر على العديد من الجوينت، لكن اول جوينت بتأثر هو البيك تو، الجوينت الموجود بإصبع الرجل الكبير. تمام، قد يكون برايمري أو سكندري. برايمري يعني أنا ما بعرف شو السبب، النون. سكندري يعني أنا بعرف السبب. عادة 90% من الحالات إحنا بتكون برايمري وما بنعرف شو السبب. بتكون بميدل إيج مان، يعني رجل متوسط العمر، بيكون عنده هاي يوريك أسيد ليفل. تمام، سكندري تحدث بسبب، يعني معروف السبب زي ما حكينا، ممكن بسبب الهاي نيوكليك أسيد تيرن أوفر، تكسير سريع DNA والRNA. تمام، قد يكون لوكيميا، ممكن هذا الشخص عنده رينال فيلير، يعني فشل في الكلية وما بتقدر تتخلص من اليوريك أسيد. قد يكون inborn error of metabolism، يعني ما بيكسر اليوريك أسيد زي الليشنيان سيندروم. تمام، اللي بصير في عنا repeated attack of acute arthritis in small joint with deposition of monosodium urate crystal، يعني بصير إنه
في عنا acute arthritis بتحدث بسمول جوينت نتيجة لتراكم الايش اليوريك اسيد او المونوسوديوم يوريت كريستال, وبصير في عنا severe inflammation. تمام, repeated attack بصير في عنا توفاي يعني هاي الانتفاخات اللي بتكون على الاصابع نتيجة تجمع اليوريت كريستال, بتكون محاطة surrounded by inflammation with foreign body giant cell. تمام, ممكن تأثر على الكلية وتؤدي إلى جاوتي نفروباثي, اعتلال بالنفرون تؤدي إلى الكالكولاي اللي هو الحصوات الكلوية والبيليونفرايتس. بيليونفرايتس يعني التهاب بالكلية. هاي بالنسبة للجاوت. للسودو جاوت اللي بصير له ديبوزيشن هو الكالسيوم بايروفوسفيت مش المونوسوديوم يوريت كريستال. تمام, يعني الفرق ما بين الجاوت والسودو سودو جاوت اللي هو عبارة عن داء الملوك الكاذب, انه السودو جاوت هو عبارة عن ديبوزيشن تراكم للكالسيوم بايروفوسفيت, اما بالجاوت اللي بصير له ديبوزيشن هو المونوسوديوم يوريت كريستال. هو مشابه للباثولوجي 2 جاوت. اوفر ذا ايج بصير يعني بصيب الاعمار اللي بتكون اكبر من الخمسين. اوفن لس سيفير, عاده بيكون اقل شده او حده من الجاوت. اكيوت, في منه اكيوت سب اكيوت كرونيك ارثرايتس, بصير في عندنا يعني في منه اكيوت وسب اكيوت وكرونيك ارثرايتس التهاب في المفاصل, وبنشوفه بالني والريست والالبو والشولدر والانكل يعني هاي الجوينت اللي بأثر عليها. وسم كيسز ار انهيريتد, بتكون وراثي يعني ممكن السودو جاوت يكون وراثي وينتقل عبر الأجيال. تمام, هيك بتكون خلصت المحاضرة الأولى, بتمنى أكون سهلت عليك قدر المستطاع ويعطيكم العافية.